وبدأ مؤتمر التحالفات في الشرق الأوسط عقد جلساته بحضور العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر. التحالفات الإقليمية والدولية لغة المقصود التي أشير لمضمونها خلال جلستين ثريتين كوسيلة أثبتت قدرتها على تجفيف معظم منابع الإرهاب، هذا المرض الذي تتداعى للقضاء عليه مختلف التحالفات والتفاهمات العسكرية التي تتبناها دول العالم أجمع، ممن بلغ فيها السيل الزبا تجاه الداء الذي أضحت التنمية بأنواعها كافة تشكو منه. المواضيع اللي احنا نطرحها اليوم مواضيع كثيرة ومهمة جدا في أهمية التحالفات من الدول ومواجهة التحديات أيضا ومواجهة الإرهاب وتمويله وأيضا بفكرة المتطرف. فإن شاء الله في نهاية هذا المؤتمر راح نطلع إن شاء الله بالخلاصة اللي ترفع إن شاء الله للقادة وأصحاب القرار. مسوغات ووسائل معينة رأى المتحدثون فيها الصواب الأمثل في قيام أي تحالف مهما كان توجهه. I think there are probably two things. أعتقد أن هناك أمران ضروريان على الأرجح في أي تحالف، أولهما وجود رغبات مشتركة بين أعضاء التحالف نفسه، وثانيهما ضرورة وجود حوار مفتوح حول هذه الأهداف للوصول إلى اتفاق حول ما يجب القيام به. تفعيل دور الشعوب الواعية في التصدي لظاهرة الإرهاب جزئية أعطت الجلسات حيزاً وفيراً للحديث عنها. الإرهاب يتجاوز الدول ويركب موجة الثقافة، ولذلك فإن محاربة الإرهاب يجب أن تكون بشكل جماعي يتبنى ثقافة المجتمعات ويكسب الشرعية الثقافية في هذه المجتمعات. وهناك نقطة إضافية، أن التحالف يجب أن يشجع العمل المحلي والانطلاقة من الثقافة المحلية لمحاربة الإرهاب. حسبك التمادي لكتلة الإرهاب الخبيثة إن استهينا بما قد تخلفه من أضرار، فهي التي بدأت تجثم على أنفاس استقرار العديد من الدول ممن أنهكتها الاضطرابات وحالت بل وتحول بينها وبين قيام كيانها. جدوى مختلف التحالفات الدولية والإقليمية كانت وعلى مدار جلستين ثمينتين الحديث الأبرز الذي تناوله نخبة من صناع القرار في المجال العسكري ممن أوردوا الأهداف وأوجزوا الأسباب التي تقف وراء الأيديولوجية المغذية للإرهاب. لتلفزيون البحرين محمد الرشيدات.